دخلت راحت في حتة. هي يمكن حد دخل بالخطأ، لأن ما صفا، مين صفا؟ أنا صفا. مين صفا؟ انتي في سنة كام يا مين؟ ثالثة. انتي محتاجة الحروف؟ احنا ده الحروف دلوقتي، ده الأولى وتانية. ده الحروف، احنا ميعادنا بيبقى يوم الحد إن شاء الله. انتي معانا في الأكاديمي يا صفا؟ حاطين نعم؟ حاطين انتي معانا في الأكاديمي يا صفا؟ الناس انتي اخت عبد الله صح؟ انتي اخت عبد الله؟ عرفتك، شفتي شبهه. طيب انتي محتاجة الحروف؟ انتي لو عايزة الحروف، انتي عايزة الحروف دلوقتي ولا محتاجة الكتابة اللي هي الأخطاء الإملائية؟ محتاجة نعم؟ محتاجة محتاجة الحروف ولا مش محتاجة؟ محتاجة مش محتاجة الحروف. طيب ده بتاع الحروف بتاع الصغيرين. طيب لحظة واحدة كده، أنا كمان عارف، بس أبويا قال لي أدخل الكورة، وأنا مامتي برضه قالت لي أخد الكورس. خلينا ناخد الكورس طالما انتوا عارفين وبابا وماما عارفين السلام ان انتوا عليكم. عارفين، يبقى خلينا ناخد الكورس حتى لو انتم عارفين، ما فيش مشكلة. يلا بينا، بسم الله. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ناس. يا نعم، هو انا عندي واجب ايه؟ مين اللي واجب ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم على الواجب دلوقتي؟ أخلص الشغل وهبعت الواجب. خلاص؟ يلا بينا، تعالوا كده. احنا كنا أخدنا الحصة اللي فاتت، أخدنا مجموعة من الحروف ثانية. تعالوا كده، بسم الله. تعالوا بقى كده أوريكم فين الحروف. فين الحروف؟ طيب ممكن كلنا نقفل المايك بس عشان أطلع أنا الفايل بتاع الحروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا ماشي، ده سنة أولى ولا سنة تانية؟ ده سنة أولى، ده سنة أولى حروف، يا سنة أولى وسنة تانية حروف، يعني اللي ضعيف في الحروف، اللي ضعيف في الحروف. طيب يعني مش ضعيف يعني، نعم، لا خلينا بس نخلص. احنا بس ممكن أخدنا أبلغ منه. المرة اللي فاتت أوريكم كده حرف الجيم والحاء والخاء مع بعض. خلاص احنا اخدناهم، هنعيد عليهم بسرعه تاني كده عشان ناخد الحروف الايه، الحروف الجديده. انا بس عايزين نفتكر، وده كمان محتاجين من اصدقائي حتى اللي مش ضعاف في اللغه العربيه او مش ضعاف في الحروف، طريقه الكتابه بس بالنسبه لحرف الجيم وحرف الحاء وحرف الايه وحرف الخاء. حرف الجيم بكتبه ازاي؟ حرف الخاء بكتبه ازاي؟ بلاقي اصدقائي يا معلمتي بيكتبولي كله فوق السطر، وده خطأ. بلاقي حد يا معلمتي يكتبهولي كله تحت السطر، وده خطأ. بلاقي حد يكتبهولي اهو، بلاقي حد يكتبهولي كده كله فوق السطر، خطأ. بلاقي حد يكتبهولي كله، سواء بقى الجيم او الحاء او الخاء، كله تحت السطر، ده خطأ. بلاقي يكتبهولي كده اهو، خطأ. لا، ازاي بقى طريقة كتابة الحرف؟ طريقة كتابة حرف الجيم والحاء والخاء بيبقى في منتصف السطر،
يعني تحس ان السطر كده داخل في بطنه كده زي السهم، سواء حرف الحاء انا كده كاتباها طبعا ايه يعني مش مظبوطه، لحظه اهو خلاص اهو، شايفين ازاي بيبقى السطر داخل في بطنه في النص، الجيم والحاء والايه والخاء. طيب احنا اخدنا المره اللي فاتت حرف الحاء وقلنا حرف الحاء معلمتي احنا بنتلخبط ما بين الجيم والحاء والخاء، احنا اتفقنا ان حرف الحاء حائي، حائي بتطير في السماء، تماما. حمامة. طيب والحمامة انا ينفع احط عليها اي حاجة ولا هتقع؟ لو حطيت على لا الحمامة اي حاجة هتقع. هتقع وهي بتطير، صح؟ صح؟ كده يبقى حرف الحاء ليس عليها اي نقاط، حرف الحاء ليس عليه اي نقاط، علشان حرف الحاء لو حطيت نقطه فوق ولا حطيت النقطه هنا هتقع، عشان هي حاء ايه؟ حاء حمامه. يبقى الحاء حمامه بحط عليها نقط؟ بحط لا عليها من فوق نقط؟ لا. بحطها من جوه نقط؟ لا ما لا بحطش. خلاص كده يبقى ايه اهو، يبقى حرف الحاء ليس عليه اي نقاط، حرف الحاء ليس عليه ليس اي علي نقاط. أي نقاط. يبقى انا كده اول حاجة علمتها حرف الحاء، وحرف بقى عندي الخاء وعندي الجيم، يبقى حرف الحاء حمامة والحمامة بتطير فوق ومش هقدر احط اي حاجة على الحمامة عشان ايه هتقع. طب تعالوا بقى كده حرف الخاء، الاتنين عليهم نقطتين يا معلمتي وبتلخبط، حرف الخاء بقى يا ترى النقطة اللي فوق ولا النقطة اللي جوه هنا؟ لما حد بقى بينام بيطلع صوت اللي بينام ازاي؟ صح؟ طب اللي بينام ده بينام على ايه؟ على الخاء، على الايه؟ على على مخدة، على الخاء. وسادة، اهي دي الوسادة اهي، اهي دي الوسادة، الوسادة بنحطها فوق ولا تحت؟ اوه يبقى حرف الخاء النايمة، بص النقطة يا بتاعتها يوسف، فين؟ حرف الخاء النايمة فين؟ حرف الخاء النقطة بتاعتها فين؟ فوق. فوق الوسادة فوق بتاعتها اهي، الوسادة بتاعتها اهي، فوق. المخدة بتاعتها، الوسادة بتاعتها فوق. بص يا بس يبقى ده الحرف الخاء الايه؟ ده الحرف النائم، ده الحرف الايه؟ ده الحرف النائم. النائم، حرف الخاخ. ويشخر زي ما ايه؟ مرة بشخر بالليل، بتشخروا بالليل؟ لا صح؟ طيب يبقى حرف الخاء هو اللي على راسه فوق الوسادة المخدة، يبقى أنا هتلخبط بينه وبين الحاء؟ لا أنا خلاص عرفت إن الحاء يا معلمتي مفيش حاجة عليها خالص، عشان وهي بتطير حاء حمامة هتقع. طيب وحرف الخاء؟ خاء الحرف الإيه؟ النائم، والنائم محتاج إيه عند راسه؟ الوسادة، آدي الوسادة، آدي الوسادة. فريدة، فريدة داخلة تلعبي؟ بلاش يا فريدة، مش كي جي احنا. خلاص طيب حرف الجيم، خلاص انا عرفت يا معلمتي حرف الحاء اصلا حمامة معلهاش حاجة عشان هتقع وهي بتطير، حرف الخ النايم اللي محتاج الايه؟ الوسادة عند رأسه فوق، ادي الوسادة. حرف الجيم، حرف الجيم، حرف الجيم خلاص هو الحرف اللي فاضل، النقطة فين؟ جوه، النقطة جوه جوه، ج ج جوه جوه اهي، النقطة ايه؟ جوه جوه، جوه النقطة جوه، ج جوه جوه، ج جوه. انا كده مش هتلخبط بين الحروف الجيم والحاء والخاء، اتفقنا كده؟ اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا يا معلمة، اتفقنا يا معلمة. طيب عندي ايه تاني بيلخبطني؟ عندي ايه تاني؟ ها بصوا كده، انا ممكن بيلخبطني حرف الصاد والضاد، بتلخبط بينهم، كل ما اتملى احط عند الصاد نقطة، اجي احط عند الضاد اشيل النقطة. طيب في يا كارلا اقفلي المايك، ما هذا، لحظة كده اقفلي المايك يا كارلا ولا يا سيف.
اقفل المايك لو سمحت. تعالى بس اهو. ده ايه؟ ما هذا شجرة. يا شيخ؟ تطلع فوق وهنا نار بقى. صاروخ. ايوه صاروخ. صح صاروخ. يا مس. صح صاروخ. صاروخ. الصاروخ زيه زي الحمامة. الصاروخ ده انا لو حطيت عليه اي حاجة، انا لو حطيت على الصاروخ ده اي حاجة هتستنى ولا هتقع؟ هتقع هتقع تاني هتقع تاني. الصاروخ ده انا لو حطيت هتقع عليه اي حاجة هتستنى ولا هتقع؟ هتقع اه، يبقى حرف الصاد زيه. حرف الصاد زيه، ما ينفعش احط عليه حاجة، عشان لو حطيت عليه حاجة هيحصل لها ايه؟ نقطة. هتقع. يبقى حرف الصاد احط عليه نقطة؟ لا لا. لا حرف الصاد احط عليه نقطة؟ لا لا. لا حرف الصاد احط عليه نقطة؟ لا لا. خلاص كده، لا يبقى حرف الصاد ليس عليه أي نقاط. حرف الصاد ليس عليه أي أي نقاط. نقاط. ها تاني. حرف الصاد ليس عليه ليس عليه أي أي نقاط. نقاط. حرف الصاد ليس عليه أي نقاط. أي نقاط. ليس عليه أي حرف الصاد ليس عليه أي نقاط. وحرف الضاد ض ض إيه؟ ض ض عليه ض ض مين؟ مين اللي بيحمي الوطني؟ ض ض الضابط. ضابط. الضابط ينفع ضابط يقف من غير القبعة بتاعته؟ السلام لا عليكم. لا. لا ينفع ضابط يقف من غير القبعة بتاعته؟ لا 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 طبعا. يبقى انا ض ض ضابط. ض ض كلمة ضابط. ض ض ضابط. الضابط بيبقى عليه الايه؟ القبعة. ثواني لحظة واحدة. لازم يبقى حامي راسه. تعالى يا نور، تعالى يا نور. نور امس يا نور، تعالى ما تمشي ابدا. اسمع كل حاجة في الأكل والهواء. كنت تستمتع؟ يلا بينا، خلاص بعتذر. يلا، يبقى حرف الضاد ض ض ايه؟ ضابط. ضابط. ض ض ايه؟ انهي ضابط فيهم ضابط. الضاد؟ انهي فيهم الضاد؟ اللي عليها نقطة ولا اللي ما عليهاش نقطة؟ اللي عليها نقطة. اللي عليها نقطة، علشان هنا الضاد معاه الايه؟ القبعة. ادي النقطة اهي، يعني دي القبعة بتاعت الضابط. يبقى الضاد القبعة بتاعت الايه؟ الضابط. هنتلخبط تاني؟ هنتلخبط تاني؟ هنتلخبط تاني؟ لا، هنتلخبط تاني بين الصاد والضاد. يلا، حرف الصاد. حرف الصاد ايه؟ ايوه صح، سمع حد بيقول اهو. حرف الصاد ليس عليه اي نقط. نقاط. حرف ليس الصاد عليه ليس أي عليه نقاط. اي نقاط. أي حرف نقاط. الصاد ليس ليس عليه اي عليه أي نقاط. نقاط. طيب، حرف الضاد عليه علي ايه؟ قبعة. نقط. قبعة قبعة. الضابط. قبعة الضابط. يبقى حرف الضاد عليه قبعة الايه؟ قبعة الضابط. الضابط. طيب تعالوا كده دلوقتي، حرف الخاء ده الحرف الايه؟ الحرف اللي ماله؟ النايم. النايم. النايم النايم بيحتاج ايه؟ مخدة. مخدة. بتبقى فوق ولا تحت؟ فوق. فوق. يبقى حرف الخاء النائم. خمسة. حرف الخاء النائم. حرف الخاء الايه؟
النائي. نائم طيب نائم حرف الحاء بقى، نائم بحط النقطة فين؟ حرف الحاء مفيش نقطة خالص. مفيش نقطة. حاء ايه؟ حاء أيوة ايه؟ حمامة حاء حمامة. والحمامة ينفع أحط عليها نون حمامة ولا تقع؟ وحطني على نقطة تقع بالظبط. لا الحاء حمامة، حمامة لو حطيت عليها حاجة هتستنى ولا هتقع؟ حطها هتقع. الحاء حمامة لو حطيت عليها حاجة هتستنى ولا هتقع هتقع؟ هتقع بس. وحرف الجيم، جه جه هتقع جه جه. ايه النقطة فين؟ لا مش هتقع جوه النقطة، الناس جوه نقطة النقطة. جه جه جوه جوه. جه جه جوه جوه. جه جوه جه جوه. انا المفروض بقول جا جي جو، بس احنا عشان ايه اميز لكم بس الحروف بين بعضها. اتفقنا؟ اتفقنا؟ بس اه اتفقنا اتفقنا طيب. لا 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 لا، ايه ده ايه ده؟ هقفل المايك انا كده، هقفل المايك، هقفل المايك. طيب تعالوا كده معايا بقى، تعالوا معايا دلوقتي يا معلمتي، يا مس دلوقتي يا معلمتي. هكلم يا مس راجل ولا نعم؟ خير، يا في مس ايه؟ هذا لأختي حضرتك نعم. هذا لأختي حضرتك ايه؟ كيف ايوه يا حبيبتي، أختك اي حد يقدر. الصغيرة تمام، تحضر احضر. يا تمام طيب. دلوقتي احنا اخذنا الحروف دي يا معلمة، الحروف دي هكتبها ازاي؟ طب حرف الجيم، حرف الحاء، حرف الخاء، دول حروف حروف عنيدة ولا حروف بتمد ايديها؟ حرف بتمد الجيم ايديها وحرف بتمد ايديها الحاء بتمد وحرف ايديها الخاء، بتمد دول ايديها حروف بتمد ايديها، بتمد ايديها مش حروف عنيدة ولا حاجة، حروف مؤدبة جدا بتمد ايديها. شكلها في اول الكلام اهي، وهي قاعدة على السطر اهي. طيب ايه دي شكلها وهي في منتصف الايه الكلام؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض، هو الحرف عنده كام ايد؟ الحرف عنده كام ايد؟ يا نهار ابيض. الحرف عنده ايد واحدة بس. الحرف أنا قلت كده أنا لسه فاكرة الحرف عنده ايد واحدة بس. الحرف عنده ايد إيد واحدة. واحدة وبس ايه ده؟ واحدة بس ازاي واحدة بقى؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي عنده ايد واحدة وانا شايف ايدين اهو؟ ما انا شايف ايدين اهو، ازاي الايدين دول يا معلماتي؟ طيب ادي الايد الاولى اهي، وادي كمان الايد التانية اللي باللون الاخضر. طيب الحرف عنده ايد واحدة بس، يا ترى انهي ايد هي ايده؟ يا سيف، انت عمال تخبط يا سيف، اقفل المايك لو سمحت. طيب انهي ايد الحرف ده؟ الحرف انهي ايده؟ اللي بالاحمر ولا اللي بالاخضر؟ الأخضر الأحمر الأحمر طيب لا اللي الأخضر بيقول احمر يرفع ايده. الأخضر الأخضر بالاحمر. الأخضر 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 في اللي بيقول الاحمر وفي اللي بيقول الاخضر. اليد الألوان الحرف دايما ايده بتيجي بعديه، ايده بتيجي بعديه، الحرف دايما ايده بتيجي بعديه، الحرف دايما ايده بتيجي ايه؟ بعديه، مفيش بعدين حرف قبليه ابدا، ايده بتيجي، ما ينفعش ابدا الحرف ايده بتيجي قبليه، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ايه؟ طيب يبقى انا الحرف دايما ايده بتيجي بعدي الحرف الاول. بتعملي ايه يا كارلا؟ بتلعبي يا كارلا؟ ايه ده يا ماما؟ ده مش حلو اللي بتعمليه خالص. الحرف دايما يجي الاول
وبعدين يجي بقى ايه بعديه ايديه. ايديه دلوقتي زي اسم حد مثلا، اسم بابا، اسم اخويا، اسمه ايه؟ محمد. ادي حرف الميم صح؟ ايده جت الاول ولا جيته جت بعدين؟ إذا جت الأول ايده جت بعدين الاول، يعني الحرف بعدين جه الاول إذا ولا جت ايده بعدين اول؟ بعدين حرف بعدين ايده جه بعدين ايه اللي جه الاول؟ الحرف الاول يا اصدقائي، الحرف الاول اهو، الحرف الاول وبعدين ايده، بعدين الحرف الاول وبعدين وبعد كده ايده. إيده خلاص بعدين طيب، أن لو كملنا باقي الكلمة كده، تعالوا لو كملنا باقي الكلمة، لحظة بقى كده نسكت شوية. أنا بحب أصدقائي يشاركوا، بس أنا هنعمل دوشة هتلاقوني هقفل الإيه، هقفل المايك حالا. خلاص تعالوا كده، مو نكمل باقي الاسم، مو ح، نقفل المايك بس، مو ح تلبسوا وانت هنا ما محمد. ده طبعا انا مش بكتب ايه، هو مفيش سطر فانا مش بكتب ايه، محمد. شايفين بقى الايدين بتاعت كل حرف؟ شايفين الايدين بتاعت كل حرف؟ حرف الميم ايده اهي، حرف الحاء ايده اهي، حرف الميم الثانية ايديها اهي، خلاص. وحرف الدال اخر حرف ما يبقاش له ايد، اخر حرف بنكتبه زي ما هو، اخر حرف بنكتبه زي ما هو. طيب طب انا لو مسكت دلوقتي، انا لو مسكت، شايفين حرف الميم ده اللي في النص؟ حرف الميم ده اللي في النص شايفينه ولا مش شايفينه؟ شايفينه. لو جيت، لو جيت انا عملت كده، مسحت كده الحروف اللي قبليه خلاص، وجيت مسحت كمان الحروف اللي بعديه، فين ايد حرف الميم؟ اللون الاسود ولا اللون البرتقالي؟ لون البرتقالي لون السفلي اللون البرتقالي، اللون البرتقالي ايه؟ اللون البرتقالي. يبقى ينفع الحرف ايده تيجي قبليه؟ لا، الحرف دايما ايده بتيجي بعديه، الحرف دايما بعدين ايده بتيجي بعديه. بعدين خلاص لو رجعنا بقى تاني، لو رجعنا بقى تاني، يبقى انا الحرف الخط الاسود ده حرف الايد بتاعت حرف الميم؟ ايد لا مين؟ لا ايد مين؟ ايد لا مين؟ اي حرف بقى لا ايد الحرف اللي قبليه، ايد الحرف اللي ايه؟ اللي قبليه. يعني انا قبلي لما بشوف فوق حرف إلا قبلي الجيم، شايفين حرف الجيم اللي فوق؟ حرف الجيم اللي فوق اهو، عنده كام ايد؟ انا شايفه ايدين، هل الاثنين بتوعه؟ لا، الايد دي بتاعته هو، انما الايد اللي قبليه دي ايد ايه؟ ايد الحرف بيد اللي، المسك ايد الحرف اللي المسك قبليه، اللي دي قبله مش ايده، اللي بالازرق دي مش ايده هو، دي ايد الحرف اللي ايه؟ اللي قبله مش ايده بالظبط كده، في ايد ايده الحرف اللي قبل. لكن طيب اللحمة تكون هي ايده طيب جميل قوي. لحظة فيرنتو فيرنتو طيب دي تعالوا معايا بقى، عندي كمان حرفين، عندي كمان حرفين، عندي كمان كده ايه، حرفين هناخدهم بسرعة، سهلين خالص خالص. بس هو ممكن أقول رهف حاجة اقفلي المايك، رهف اقفلي المايك. بس هو ممكن أقول حاجة رهف يا كارلا، انت على طول، انت على طول يا كارلا عايزه تقولي حاجه في كل حاجه يا كارلا، احنا نسيشن دلوقتي. يلا تعالوا معايا هنا كده، لو انا عايزه ايه ده، هنا رفيع، استنى اصغر شويه، ادي اهو عندي كمان حرفين، ايه هما الحرفين دول؟ ادي الحرفين، تعالوا نشوف ايه الحرفين اللي هناخدهم، سهلين جدا، ايه هما؟ ادي اهو، اول حرف معانا
لا ماما بتفضل وانا انا بعمل دوشه، ماما بتشاور لي وتقول لي اعملي ازاي، ماما بتشاور لي تعملي ازاي. اهو ده حرف شفين اللي ماما دايما بتقول لي اسكت بيه. اصدقائي دايما بيتلخبطوا بينه وبين الايه، حرف السين. سين سين ساس، سمكة. وساس، سين سيارة. يبقى حرف الشين. شجرة شجرة، شجرة. شجرة شجرة، شجرة. يبقى أنا هتلخبط بين الشين والسين تاني. ساس، سمكة. وساس، لا سيارة. سمكة وسا سيارة سيارة. سيارة سمكة وسا سا سا سيارة سا أسنانها أهي سا. طب حرف الشا، شباك وشبك ش ش. يبقى حرف الأول ده اللي ماما بتسكتني شبك بيه عنده إيه؟ ده اللي عنده نقاط. وش شباك ساه، بس مش شباك. شجرة طيب تعالوا شجرة كده، حرف الشين ده من الحروف العنيدة ولا من الحروف اللي بتمد ايديها؟ قال لي يا معلمتي ده حرف مهذب جدا وبيمد ايده مد عادي إيديه جدا. طيب تعالوا نشوف من ازاي. الحروف ازاي؟ مدلة طيب مدلة طيب انا عندي حرف السين والشين، حرف السين والشين قلنا من الحروف العنيدة. قال لي لا يا معلمة دي من الحروف اللي بتمد ايديها. طب يلا نطلع وندخل تاني على طول. ودي يعني بتدي دود عارف بول